السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا المواليد برج العقرب. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج العقرب دي قراءه جديده، قراءه حصريه على القناه بتاعتنا. صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام وكتر في الاستغفار اهم حاجه. ان شاء الله باذن الله هتكون قراءه مهمه جدا، يكون فيها حاجات كتيره جدا ربنا يكشفها لك. طبعا ما تنساش اللايك والتعليق اللي هتصلي فيه على الحبيب. نشوف مع بعض ايه الاحداث عندك. انت ماشي وبتقول انا ماشي بستر ربنا، ماشي ومش مستني حاجه من حد خلاص. في هنا فرحه، الفرحه دي هتتقسم عليكم، ممكن تكون ورث هيتعرض عليكم. انت بس معنوياتك اليومين دول ضعيفة شوية، نفسيتك متأثرة جدا بكل اللي حواليك، بتزعل بسرعة، وعشان كده انت حيران وتايه في تفكير، صداع ماسك راسك خصوصا الفترة دي علشان بتفكر كتير. وفي موضوع قلقان وشاغل بالك بالتفكير قوي، هدي اعصابك شوية، بلاش تقعد تفكر في الحاجة اكتر زيادة عن اللزوم علشان انت بتتعب قوي. بسم الله ما شاء الله عليك. في مناسبة اجتماعية، المناسبة دي هتقابل فيها شخص هيقف معاك وهيسندك وهيدعمك، وهتحس قد ايه فرحة بينك وما بينه. انت برضو الفترة دي عندك علاقات مع المحيطين بيك، اذا كان اصدقاء او اذا كانوا اشخاص موجودين في حياتك، عندك تجمعات وعندك لقاءات بيهم. في بشرة، والبشرة دي هتجيلك عن طريق رسالة او طريق حمامة او طريق حد هيقعد معاك وهيوصلك كلام، وهتبقى فرحان بيها جدا. في هنا حرف السين، حرف العين، حرف الميم، حرف الكاف، حرف الالف، دول موجودين في حياتك. كل الحروف دول موجودين في حياتك بيعملوا ايه؟ في كمان هنا موضوع انت بتعيش فيه وحيران منه، يعني في حاجة انت عايش فيها وحيران، حاسس ان انت متلخبط. دايما نجم خفيف، روحانياتك عالية قوي، الحاجة اللي بتحسها بتحصل من غير تردد ولا تفكير. في هنا كمان اتصال، انت الاتصال ده بقالك اسبوع مستنيه، ومستني فيه قبول او مستني فيه لقاء. الله اعلم انت الاتصال ده انت مستني فيه ايه، بس خلي بالك وارجع واقول لك انه في فرصه هتجيلك قريب جدا. من خلال الفرصه دي هقدر اقول لك ان انت هترجع حساباتك بنفسك، او هتجيلك فرصه هتحاول تستغلها. الفرصه دي هتكون حلوه. هنا انت ناوي على حياه جديده تبداها، بس في عين بصالك، والعين دي هي اللي عامله لك كل اللي انت فيه حاليا. العين دي حسوده قوي في حياتك. طيب بعض منكم عنده خوف واهمال في صحتكم. مين الست اللي بشرتها بيضة ودي واضحه لك قوي، بس عندها يعني هي بيضة، بتحاول دايما تبين لك ان هي بتهتم بيك او تهتم بيكم، وانتوا بتحاولوا تفهموا هي عايزة منكم ايه، بتحاولوا يعني ترددوا افكار كتيرة جدا في بالكم، يا هل ترى هي عايزة ايه. انت ظاهر لك زعل قوي وضيق وخنقة، يا هل ترى انت مخنوق من ايه، زعلان على ايه. فكر كويس جدا، وبلاش التسرع، وبلاش تفكر كده بتفكير سخيف، تفكر كده في تفكير كده يضايقك. لا، اهدى كده بالراحة وهدي اعصابك خالص، علشان انت الفترة دي ناوي ان انت تدخل في مشروع، والمشروع ده هيكسبك علشان هيعرض عليك مكسب حلو. ولو كان في حد بيستفزك انصحك ان انت ما تبينلوش ان انت مخنوق منه او متضايق، لا بالراحة وخد المواضيع ببساطة، علشان خاطر انت حاليا بتمر بأزمة ومشكلة، وبتحاول تخرج نفسك وتخرج اي تعبان من حياتك، او تخرج اي حد يحاول يضحك عليك في حياتك. فالفترة دي برضو من الفترات اللي انت هتحل مشكلة
بقالك فترة عمال تطنش لها، في مشكلة عندك بقالك فترة مش مديها اهتمام. الفترة اللي جاية دي هتحاول تدي الموضوع اهتمام شوية، وهتحاول يعني تغير شكل المواضيع، تعمل حاجة مختلفة في حياتك ان شاء الله بإذن الله. السحر اللي عندك ده لازم يتفك. انت ممكن تكون رحت للمشايخ او رحت لحد ومحدش عمل لك حاجة او حد وقف معاك في حاجة، ففك السحر ده ان شاء الله بإذن الله هيتفك الفترة اللي جاية. ليه؟ عشان انا شايفه لك انتصار او ربح او حياة جديدة. في هنا كمان شراء ملابس، انت ناوي على رحلة او ناوي على فرحة او ناوي على حاجات معينة هتعملها في حياتك، بس خلي بالك انت التعابين اللي بتلف حواليك هي اللي مخلياك زي المسؤوليات عندك عمالة تزيد، مخلياك بتفكر كتير، مخلياك مش عارف تعمل ايه. في عندك حاجة في بيتك عايز تصلحها، اذا كان حاجة تخص حياتك انت عايز تصلحها. في كمان هنا شراء تليفون، شراء حاجة معينة برضو هتشتريها الفترة دي. انت ناوي تحط النقط على الحروف، ناوي تعمل كذا حاجة في حياتك، بس خلي بالك انت الفترة دي ما بقاش عندك طاقة تحمل. انت كنت سند لناس كتيرة جدا وما لقيتش نفس، يعني كنت سند لاشخاص في حياتك وما لقيتش حد يسندك، بالعكس هم جو عليك وظلموك. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله في حد هنا بيحاول ان هو يدعم فيك، وبيحاول ان هو هيقف جنبك، وبالفعل هيقف جنبك علشان في لمعه على وشك، واللمعه دي هتكون فرحه، فرحه حلوه من بعد اللي انت شفته. بس مين الشخص اللي مختلف الجنسيه في حياتك او مختلف المكان؟ الله اعلم، بس بينك وما بينه يعني اختلاف، اختلاف، وانت يعني مش عارف تعمل ايه في الاختلاف ده، يعني انت ساكت ومش عارف تعمل ايه حرفيا في الاختلاف. ممكن تكون انت بتحبه وبتحبه قوي كمان، انت من الشخصيات اللي هي جذابه، اللي حواليهم بتلاقيهم كده منجذبين ليهم، بس العند بتاعكم بيخسركم حاجات كتيره جدا. ما بتحبش التشاؤم، بتحب تدي الحياه، تعيش الحياه ببساطه، تحب تعيش الحياه كده بهدوء بتغيير، ما عندكش الكال والكيل، ما تحبش الكلام الكتير، بس عندك واحده ست بتستغلك، بتستغل مشاعرك، بتستغل فلوسكم، بتستغل صحوبيتكم، الله اعلم انتوا اللي تحددوا هي بتستغل منكم ايه. عندك حرف الاس، حرف الاس ده بيعمل مشاكل من تحت الارض. عندك هنا كمان ابن، والابن ده انت يعني بتحاول تطبطب عليه، انت بتحبه قوي وبتحاول تقف جنبه، بتحاول تعمل له كل حاجة هو بيعملها. انتوا حصل عندكم فراق، الفراق ده حصل عندكم من حد في حياتكم، والحد ده انتوا يعني حسيتوا بظلم، حسيتوا بكسرة خاطر، الله اعلم انتوا حسيتوا بايه، بس الفراق ده لما حصل عندكم زعلتوا، وزعلتوا يعني مزعلتوا قوي الفترة دي بسبب اللي انتوا فيه، فهدوا اعصابكم خالص واهدوا علشان في مبلغ جاي لكم. والمبلغ ده هيبقى كده انت مبسوط جدا بيه، علشان هتحس قد ايه هو جالك في الوقت المناسب. انت لو علاقتك مع حد بارده بتقطع علاقتك فورا، ما بتحبش الكذب ولا النفاق ولا بتحب البرود في اي علاقه او في اي ارتباط. والاجمل ما فيك ان انت عزيز النفس، ما بتحبش تطلب حاجه من حد، بس هما بيطلبوا منك ببجاحة، بعين قوية، بيطلبوا منك حاجات انت ما بتبقاش عايز تعملها لهم، بس انت ما بيفرقش معاك، بس اللي بتعلم على اللي يغلط فيك. بقالك فترة من اكتر الفترات اللي بتحس بألم في جسمك غير طبيعي، وبدأت تكون عصبي، وكل حاجة بتدور حواليك بتعصبك، يعني ممكن حد يجي ياخد رأيك في موضوع تدي رأيك، تلاقيه بيتكلم معاك فخلاص تعب. بص انت هنا قدمت الخير كتير، قدمت الخير كتير لأشخاص وطعنوا فيك، قدمت الخير كتير وما لقيتش عزيز ولا غالي حواليك، تعبت. بتحاول انت الفترة دي بقدر المستطاع لو عندك قلق ولا حيرة ولا توتر بتمحيه خالص. خلي بالك انت عندك رسالة، والرسالة دي قوية
وهتفرحك، وعايزاك تاخد حذرك وتحصل لنفسك ليل ونهار من حد عايز يوقعك في مشكلة او في حاجة مضايقاك، يعني بيحاول يوقعك، هو بيحبك تقع، بيحب سقوطك، مش حبب لك الخير، خلي بالك. وعشان كده انت من كتر الحسد الشديد صداع زي ما قلت لك، احلام مليئة بالكوابيس، بتحس كده ان انت مخموم مش عايز تعمل حاجة. خلي بالك من الفترة دي بالاخص من 2 ستات موجودين في حياتك. ما تحسش بالاهمال، انت مشكلتك ايه؟ ان انت بتدوخ بسرعة وبتجيلك نغزة وضربات قلب سريعة. خلي بالك انت ما كنتش كده، بالعكس انت اي نعم حساس قوي، اي نعم شخصية لذيذة وبتحب الضحك والهزار، بس من كتر اللي انت فيه اتغيرت خالص. عارف الرسالة اللي جاية لك دي هتكون ايه؟ هتكون بشرة سارة. الله اعلم انت مستني رسالتك ايه، بس انا شايفه لك مبلغ من الفلوس حلوه هتمسكه في ايدك. المبلغ ده لو ما كانش مبلغ ممكن يكون شغل جديد، ممكن يكون خبر حمل. طبعا عشان القراءه تنطبق على كل الاطراف، فبالتالي هو انتوا اللي تحددوا هي ايه. مميزاتكم حلوه قوي، حذفتوا اشخاص من حياتكم، عارفوا انتوا لو روحكم فيهم وحسيت ان هم منافقين وكذابين بتقطعوا علاقتكم بيهم فورا، وده اجمل ما فيكم. وعشان كده احذرك برضو من اشخاص لسه موجودين برضو في حياتك. انا مش بقول لك اقطع علاقتك بكل الناس، بس بقول لك ما تديش كتير، بقول لك وازن، بقول لك اعقل اكتر. اكتر الايام اللي فيها دي ان هيكون عندك تيسير، وهيكون عندك شراء بيت، شراء ارض، شراء حاجات جديده. النفسية عندك لو مش مستقرة فده بسبب الضغط النفسي والمشاكل اللي انت فيها. انت من فترة للتانية بتجيلك طاقة نفور، طاقة نفور من زواج، طاقة نفور من علاقة، طاقة ما بتبقاش عايز تتم خطوبة، تتم جواز، تتم اي حاجة. ليه؟ بسبب السحر اللي معمول لك، وقف الحال والعراقيل اللي انت بتمر بيها بأزمة كبيرة في حياتك. هدي بس انت اعصابك كده وقعد شوية، هتلاقي الامور بدأت تستقر عندك. في هنا بسم الله ما شاء الله عليك، هيكون في حاجة جديدة هتحصل لك. الحاجة دي انت من دلوقتي شغال عليها، من دلوقتي بتربط احاديثك طبعا، من دلوقتي انت في فترة نعم متقلبة المزاج، بس بتكشف كل اشخاص على حقيقتهم، وبتكشف مين يستغلك ومين ينافق عليك. وعشان كده انت رافع ايدك للسماء وبتدعي ربنا دعوات كتيرة جدا الفترة دي. انت محدش يعرف يوقعك في حاجة، خلي بالك محدش يعرف يوقعك في اي حاجة غير لما انت بتقع بمزاجك كده وبالراحة وبتقول انا هقع بس عايز اشوف اخركم ايه، صح ولا غلط؟ بس قولي انت في قصة او في موضوع متردد فيه؟ عايز اقولك ان الموضوع الضلمة اللي في حياتك ده ربنا هينوره لك قريب جدا. انت عندك شمعة هتعمل في حياتك، بس دايما اقولك ان تخلي بالك من المواجهات وتاخد القرار العاطل اللي عندك وما تقعدش تتسرع. بس قولي بقى ايه الحاجة اللي كل ما خلاص تقول عليها هانت بترجع اسوأ مكانك، كل ما بتقول عليها خلاص الحاجة دي هتتم بإذن الله بتلاقيها رجعت تاني؟ يعني في حاجة عندك واقفة، والحاجة دي طبعا انت مخنوق منها ومتضايق، رغم ان انت بتقول خلاص انا ان شاء الله بإذن الله هتتحل. اخبار الهدية اللي جات لك او انت ناوي تجيبها، في هدية، في تبادل هديات عندك، يا هل ترى تبادل الهديات ده هيكون ايه؟ بص بس بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بيقولوا لك ايه ده انت سنك صغير، انت شكلك مش مدي سنك، وعشان كده حاسس انه في حاجه غلط في جسمك. مزيفين كتير، بيدعوا الحب والحنان، بيدعوا المحنه، وهم اصلا اشخاص يعني لو يعني بص هم بيجيبوا في سيرة كل الناس، مش انت بس، هم جايبين في سيرة كل الناس. بس انت عايزك تكون حريص، عايزك تكون حريص. الشمعة دي هتنور طريقك، والقرارين دول لازم تاخدهم بس بالراحة وبهدوء. ف
فكر كده بالراحه وادرس المواضيع. انت بتحب تقعد مع الناس الكبيره علشان بتاخد منها معلومات، بتحب تقعد مع الناس الكبيره علشان تقول ان شاء الله باذن الله خير. اول حاجه انتوا حيرانين، عندكم حيره وعندكم خوف في نفس الوقت، عايز تاخد قرار وقاعد ساكت وملكش نفس حتى تعبر عن مشاعرك. اليومين دول حرفيا انت سامع كلام كتير، انت ما بتحبش ترمي ودنك لحد، بس في كلام كتير جدا بيخليك تفكر في كذا حاجة، عندك طاقة تفكير، عندك هنا كمان دعوة، انت عمال تدعي ربنا، عليك دين عايز يتسد، مستني نجاح، عندك كمية انتظار رهيبة، طال انتظارك ان انت تحقق هدفك. عندك واحدة ست بتلعب على الاطراف، اذا كانت ام او اذا كانت حامل الله اعلم، بس عندك ست قصيرة وكبيرة في السن، الست دي معديها 50، قاعدة ومرصودة لك ودايما هي بتحبك بس بتغير على اي حد يقرب منكم. في هنا كمان حبة مشاكل او حبة تعب، الفترة اللي جاية هيكون في مواجهات حلوة هتحصل عليها. عايزاك كمان، انت واقع في مشكلة والمشكلة دي هتتحل بحاجة واحدة بس، ايه هي؟ ان انت تحاول تسيطر على غضبك وما تكونش السبب في اي مشكلة تتسبب. الغضب بتاعك لازم تكون صابر، انت مشكلتك ان انت خاب ظمت في ناس كتيرة جدا وقدمت الخير لناس كتيرة جدا، فما ايه مش لاقي بمعنى اصح حظك مع مقربين ولا مع اهل. اكتر من مرة تتكلم، اكتر من مرة بتمر بظروف قاسية ومشاكل نفسية، انت معمول لك سحر والسحر ده مشروب، هو اللي ملخبط حياتك ومخليش عندك استكمال في اي مواضيع ولا في اي حاجة تخص حياتك، حاسس النهار ليل والليل نهار، مش عارف انت عايز ايه ولا عايز تعمل ايه. بسم الله ما شاء الله عليك. هنا هيكون عندك تقديم لحاجة جديدة من بعد ان انت اتظلمت، انت اتظلمت هنا مع ناس كتيرة جدا قدمت لهم الخير، مع ناس كتيرة جدا تعبت فيهم. عندك هنا حد من برج الثور مستني يرجع لك، انت عندك كمية انتظار لحد من برج الثور مستني يكلمك، مستني تعرف عنه حاجة. في كمان هنا برج برضو العذراء، انت عندك ابراج زيك، يعني انت عندك ابراج شبهك، شبه حياتك، شبه تفاصيلك، تحس ان هم زيك، ففي هنا اخبار حلوه باذن الله تخص الابراج الترابيه. في كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليك ذهول، انت هتكون مذهل او هتكون مندهش بقرار هتاخده او بحد هيديك حقك من بعد اللي انت عانيت بيه. دايما اقول لك خلي لي بالك من علاقاتك مع الابراج الناريه، عندك حد من الابراج الناريه علاقه نرجسيه تعبان في العلاقه بتاعته وكاره حياتك. في هنا ست، الست دي شعرها طويل ومعاها بنت، شعرها طويل وملامحها حلوه ومعاها بنت، هما الاثنين استغفر الله العظيم منهم عايزين ياذوك او عايزين يلفوا على حد من عندك، عايزين ياخدوه منكم الله اعلم. فالحد اللي عندكم ده يا ريت تخلوا بالكم منه وتكونوا حريصين. انت هنا عندك طاقة حسد وفي نفس الوقت عندك طاقة خوف، الوسواس عندك مش سايبك في حالك، طاقة سحر معمولالك، السحر ده هو اللي عامل لك عراقيل في كل حاجة في حياتك. من بعد الظلم والمشاكل اللي انت مريت بيها هتلاقي حب وحنان من الشخص الصح، بس مش عايزاك تقع في مشكلة، مش عايزاك تقع في خطيئة، مش عايزاك تقع في حاجة مش كويسة، عايزاك تخلي بالك. عندك حد هيكون ليه مستقبل، عندك بنوتة، البنوتة دي هيكون ليها مستقبل حلو، هي داخلة في مواضيع جدية وان شاء الله بإذن الله هيكون عندها مستقبل حلو جدا. في هنا مواليد، يعني في أطفال أو أنتوا عندكم خبر حمل، مستنين طاقة حمل، مستنين طفل جديد الله أعلم، بس أنتوا عندكم حاجة تخص الأطفال الفترة اللي جاية ويكون مساحتكم فاضية علشان أنتوا طال انتظاركم. مين الشخص اللي عايز يرجع لكم وخايف يكلمكم بسبب أن أنتوا تردوا عليه رد مش لطيف او ترد عليه رد تكسروه بيه، فانتوا هنا خايفين.
في كمان هنا خصام، انت بخاصم حد او انتوا ما بتكلموش حد الله اعلم، بس بينك وما بين حد خصام ومش عايز تكلمه، ولا يعني انت مش عايز تتكلم معاه ليه؟ علشان بتقول انت خنتني او خدعتني، انت ملاقيش حد جنبك من اهل ولا من احبه، عندك حد، الحد ده بمتعدد العلاقات، انصحك ان انت تخلي بالك. هنا عندك رقم 2، رقم 2 ده هل ترى ايه؟ رقم 2 ده ممكن يكون عندك اخبار منه، او مستني خبرين، او حيران في موضوعين. انت عندك رقم 2، انزل وقول لي رقم 2 ده بيعمل معاك ايه. في هنا حبة ضغط عليك من شغل، او انت ناوي على خطوبة حرفيا، ناوي على زواج، ناوي على حاجات تعملها الفترة دي، فان شاء الله باذن الله الحاجات اللي انت ناوي عليها هتكون في قمة الازدهار من نفسك، علشان خاب ظنك وتعبت اكتر من مرة مع اشخاص خسروك خسروك حاجات كتير. في هنا كمان قطع علاقة مع اشخاص مزيفين حواليك. عايز اقولك ان انت ايامك هتكون حلوة، ليه؟ علشان انت عندك هنا عصفورة، والعصفورة دي بتحس ان هي بتجيب لك اخبار، بتحس ان هي بتكلمك الله اعلم، بس انت ناوي على طريق سفر، ناوي على طريق جديد في حياتك، او ناوي تعمل حاجة مختلفة في حياتك الفترة اللي جاية دي. خلي بالك انت الفترة دي مشكلتك بس ان انت حيران شوية، مشكلتك ان انت بتفكر كتير في ناس حواليك ما تستاهلش طاقات التفكير اللي انت بتفكر فيها دي. اللي عايزاك تحذر منهم، احذر من التسرع، احذر من غضبك من غير سبب، احذر من شخص خاين وبيستغلك في كل كلمة في حياتك، او بيستغلك بخصوصا ايامك اللي انت فيها. في هنا كمان شوية وجع، صداع مستمر، نسيان، ارهاق، قلة راحة، يعني انت جاي على نفسك قوي الفترة دي خلي بالك، وعشان كده حاسس بكسل، او حاسس ان انت مش عارف ايه السبب اللي مخليك مخنوق. في يوم في الايام اللي جاية هتصحى طاقة ايجابية، هتصحى ان انت هتحس كده ان انت عندك طاقة، عندك فرحة، عندك لهفة، عندك اشتياق الله اعلم، هتحس كده بتجديد طاقة عندك حلوة. وبعد الضيق اللي انت بتمر بيه حاليا خلي بالك ان انت هيكون عندك انتصار على عدو، العدو ده ظلمك وكسر بخاطرك وشخص كده ما كانش كويس. انت هنا مقدم حاجة على السوشيال ميديا، مقدم على حاجة او مستني حاجة تخص السوشيال ميديا الله اعلم، بس انت عندك تواصل اجتماعي الفترة اللي جاية مع مواضيع او مع علاقة مع كلام الله اعلم، بس في حاجات هتتفتح قدامك تخص السوشيال ميديا، وان شاء الله باذن الله هتكون من صالحك. في هنا كمان حد كان دايما متعمد ان هو يأذيك، يهينك، يكسر بخاطرك، الحد ده انت خلاص خدت قرار ان انت ما تفكرش فيه تاني، خدت قرار ان ستوب خلاص كده، انا تعبت منك، انا اتظلمت، انت ظلمتني، انت كسرتني، فبقى يعني اتغيرت. انا اقول لك بس ان انت اتغيرت ومستني، مستني تعويضات جايالك، مستني كلام هيتعرض قدامك، مستني حاجات تتفتح قدامك عليك. عندك هنا انت مع الشريك، الشريك كويس بس في مشاكل بسبب طرف ثالث بيدخل بينكم. الشريك ممكن ما يكونش بيعبر عن مشاعره، مش عارف يقدم لكم حاجة، حاسين ان هو بخيل، حاسين ان هو بيستغل فيكم. انتوا عندك اسئلة كتيرة جدا، وكذا سؤال محيرك، كذا موضوع مخليك مخنوق ومتضايق. في كمان هنا حبة حاجات انت ناوي تعملها الفترة دي بشكل سريع، ليه؟ علشان انت شفت حاجات كتيرة جدا في حياتك خلتك قلت ستوب، خلتك بدأت ترجع لورا وقلت بس انا هرجع لورا خطوتين تلاتة علشان لما اطلع لقدام اطلع وانا على اقتناع. في هنا كمان افكار تخص طرف في حياتك او تخص علاقة انت فيها الفترة دي، هتكون فترة ايجابية وفترة خير باذن الله. اتمنى لك السعادة والهنا والرزق، الفترة اللي جاية باذن الله هتكون فترة تقدم في حياتك.